بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين. متابعينا الكرام في كل مكان، نجدد بكم التحية والترحيب في هذا الصباح، وضمن هذه الاندفاعات سن المفاريد شوطنا الرابع يندفع بحفظ الله ورعايته، كما تندفع الأسماء وتندفع الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان بهذا المهرجان وبهذا الحضور الجماهيري الكبير. متابعينا الكرام، نبدأ مع المقدمة والصدارة. التحدي الأول، هملول من يتقدم في هذا الشوط؟ سيف بن عبد الهادي بن سيف الخيارين، من يتقدم في هذا الشوط؟ منه أنتقل وأتابع المركز الثاني، منه أنتقل وأتابع حرب وسعيد بن زايد الخيارين. هذا يوم ما يبي لسلم يا الخيارين، هذا اليوم يبي لحرب، يوم الختام، يوم للعمالقة والنجوم. المتسلل إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة، هنا شاهين وسعيد بن مسعود الأحريري، من يغير إلى مقدمة الشوط؟ بينما المركز الرابع المتقدم هنا شعار حمد بن محمد الوهيبي، من ينضم معنا في هذه اللحظات؟ يصل هملول، يصل هذا الشعار، محمد بن راشد بن سلامة الهاجري. ولكن مقدمة الشوط، التحدي متابعينا الكرام ما بين هذه الأسماء والشعارات، من أجل الناموس، من أجل السلام، حرب 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 على مقدمة الشوط. سعيد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا حرب في هذا الشوط؟ الحريري مع المركز الثاني، ولكن خلاص راح حرب إلى الناموس، ذهب الخيارين، اختار هذا الشوط ليقدم لنا حرب. السعيد، سعيد بن زايد الخيارين، من يتزايد في سرعة حرب ويقدم هذا العرض أمام مرأى الجماهير وأمام الكاميرا؟ يتقدم حرب، وسعيد بن زايد الخيارين يختار الناموس، يختار الفوز، يختار هذا الشوط ليظهر لنا حرب. سلام للخيارين، سلام لهذا الشعار ولمحبيه ولمتابعيه. المركز الثاني متابعينا الكرام، الوصول من شعار حمد بن محمد الوهيبي. المركز الثالث، وصل معنا شاهين وسعيد بن مسعود الحريري. رابعا شعار محمد بن راشد بن سلامة. التوقيت الزمني متابعينا الكرام يتحطم تحت أقدام حرب المملوكة لسيد سعيد بن زايد الخيارين. 2:58:46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حرب سعيد بن زايد الخيارين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.